زي ما قلت لكم، ما اكثر الحالات المشابهه بيتعاملوا مع اللي بيحاولوا انهم يتعالجوا من الادمان، لانه اهم حاجه في العلاج من الادمان هو رغبه المريض نفسه في انه يتعالج. يعني معايا مدام رحاب، زوجة واحد من الثلاثة اللي تعرضوا للتعذيب. مدام رحاب، اهلا بيكي. تأمرني؟ أهلا بحضرتك يا فندم. قوليلي ايه اللي حصل في المصحة؟ اللي حصل حضرتك، احنا اللي هم كانوا بيشربوا، بس كانوا بيشربوا بره، هم كانوا بيشربوا بره، فطبعا احنا هم جم البيت، فطبعا في واحد قلنا ان هو يوديه المصحة وكده عشان يبقوا كويسين. فروحنا رحنا مصر في الهرم ده، طبعا دخلنا فيلا، أوضة نظيفة وحاجة تانية خالص، وأسلوب حاجة تانية خالص، واللي احنا اتوضح بعد كده غير كده خالص. يعني احنا وديناهم يوم الجمعة، هي دي ايه، مركز ولا مصحة ولا هي مرخصة ولا ايه؟ هم قالوا لنا ان هي مركز وهي مرخصة، ولا هي طلعت مرخصة ولا حاجة، قال ده مركز سموم ومصحة للإدمان. واللي موجود فيها أطباء ولا موجود فيها مين؟ فيها دكتور واحد وأربع مشرفين، طيب قولي لي وطلعت اللي مش ايه 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 بقى اللي حصل له؟ هل اتعذبوا جوه؟ اللي حصل له حضرتك ان هم بيضربوا. احنا وديناهم يوم الجمعة، وهو من يوم الجمعة كان طبعا منهارين، لان لقوا نفسهم محبوسين في أوضة. وطبعا فضل، احنا وديناهم الجمعة، قعدوا السبت والحد سمعنا اللي هو مات. طيب، ال عملتوا بلاغات؟ عملنا بلاغات واتصلنا وكده، وفي الاخر رموه على طريقة كارتة، رموه عند السحر والجمال ومشوا، وجبنا وكيل نيابة التل يعني رموا جثة اللي مات في على الطريق. ورموا واحد في المرج، ورموا واحد في مصر الجديدة من الاثنين اللي كان معاهم، وما كانوش رافضين يقابلونا، وانا رحت وفضلت اتحايل عليهم، وجبت رئيس مباحث اسم الهرم. طب هم رموهم عشان ايه؟ يقولوا انهم ما ملناش علاقة بيهم، ما هم ما ما كانوش لهاش عندنا. علاقة بيهم عشان المصحة مش مترخصة، وعلشان احنا رحنا، مجرد ما رحنا وجبنا مباحث لقينا المصحة اللي كانت بسراير واوض لانها مقفولة ما فيش حد فيها. للأسف الشديد يعني ده، ما يعني وانتوا عايزين يعني عايزينهم انهم يتعالجوا يعني، لكن بيقعوا في ايد يعني مراكز كده مش مرخصة بهذا الشكل، لا تعالجوا وفي النهاية ضاعوا يعني. يعني واحد ضاع، واتنين طالعين تعبانين نفسيا ومصدومين صدمة قلبيا، وده والتالت اللي ضاع اللي احنا قلبنا محروق عليه، اللي هو شاب عنده 24 سنة وكله بيحبه، ده كله اتدمر، اهو دمر حياته، حياتنا كلنا. وانت جوزك يا مدام رحاب كام سنة؟ جوزي 28 سنة والتالت اللي معاهم كام سنة؟ برضه 28 سنة، كلهم شارع واحد وعمارة واحدة واصحاب مع بعض. يعني هم بي 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 بيتعاطوا وفجأة كده قالوا يلا نتعالج، وعندهم استعداد يتعالجوا فراحوا المصحة. وبعدين ده هم بيتعاطوا ايه؟ ده هم بيشربوا حشيش، يعني مش بيشربوا اي حاجة تانية، يعني ولا جودرة ولا الحاجات دي خالص. يعني كان علاجهم ممكن يتم بسهولة وبسرعة يعني. ده هو لو قعد، وهم لو عندهم قوة إرادة قالوا احنا رمضان هيجي مش هنشرب حاجة، بس احنا اللي ضحكنا عليهم، احنا اللي مرضناش نعرفهم حاجة. طيب المهم ان انتوا عملتوا بلاغات والنيابة بتحقق الآن. طبعا النيابة شغالة، وكلنا ان شاء الله مش هنسكت غير لما يجي حقه، ونقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب، ويصبر قلب امه على اللي هي فيه. بشكرك يا مدام رحاب، ألف شكر. طبعا يا جماعة، مهزلة اللي بيحصل في مراكز لعلاج الإدمان، لا هي واخدة تصريح ولا رخصة ولا فيها أطباء يعني، وبيتعاملوا كده يعني بيزنس، الناس بتكسب فلوس، مع إن التعامل مع المدمن ده يعني قضية في غاية الخطورة، ما ينفعش أسيبها لأي حد، ما ينفعش أسيبها لدكاكين، ما هياش سلعة، ما هياش مكسب فقط يعني، وإلا بيحصل فيها النماذج اللي انتوا شفتوها. يعني شوفوا ثلاث شباب وعندهم الرغبة الشديدة انهم يتعالجوا، اتنين نجوا بمعجزة وحالتهم صعبة، وواحد مات يعني.
أستاذة سعاد حسين أخت فاروق اللي هو مات في هذه الواقعة. يا أستاذة سعاد ربنا يصبرك والباقية في حياتك. حياتك الباقي. أنا سعاد هشام. أهلا بيكي. قولي لي أخوكي توفي إزاي داخل المصحة دي؟ والله أنا وديته عشان خاطر يتعالج، آه فهم هو أنا وديته يوم الجمعة، بعت لي صورته يوم السبت، تاني يوم الحد لقيته بيتصلوا بيا الساعة 9 الصبح بيقولوا لي إن هو توفى. طبعا أنا جات لي صدمة فسألته هو توفى إزاي، لقيته بيقول لي إن هو فضل يرزع دماغه في الحيط لغاية لما وقع ومات، وده طبعا كله كذب لأن مش هو ده اللي حصل أصلا خالص. طيب شفتوا حالته يعني، هم عرفتوا ازاي ان هم رموه بعد كده في الشارع في الطريق؟ هم اتصلوا بينا على اساس ان احنا نقابلهم عند الكارتة عشان ناخد ايه الجثة بتاعته. انا فضلت متابعاهم بالتليفون مع جوزي ورحنا عشان ناخده. طبعا انا سألته يعني انتوا ازاي تجيبوه، مش المفروض يعني ما تاتوا ودوه مستشفى او قالوا لنا لا عشان خاطر لو وديناه المستشفى هيتحجز هناك وهيتعمل له الجثة هتتشرح يعني، فاحنا قلنا نسلمه لكم وانتوا ايه براحتكم انتوا اعملوا اللي انتوا عايزينه. فجوزي وصحابه راحوا عشان خاطر يجيبوه، راحوا هم لانه رموه على الطريق، رموه على طريق الكارتة الصحراوي.